بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيت السمسم يعد من المكونات المفيدة جدا للصحة بشكل عام. هو يحتوي على الدهون الغير المشبعة والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهذه المكونات صحية جدا ومفيدة جدا للجسم. طريقة عمل زيت السمسم: نحتاج إلى السمسم، اختاري أي نوع سمسم عندك متوفر في البيت، ولكن يجب أن يكون بدون تحميص. استخدمي أي كمية تحتاجينها، ولكن يجب أن يكون مطحون على شكل بودرة ناعمة. بهذا الشكل نقوم بطحن السمسم. قلت استخدمي أي نوع، سواء كان هذا النوع الأبيض أو النوع الآخر، ولكن تجنبي تماما تحميصه حتى تنجح العملية. نقوم بوضع بودرة السمسم في إناء، ونقوم بدلك السمسم، بودرة السمسم عفوا، بهذا الشكل. نقوم بدلكه جيدا أولا حوالي 3 دقائق، ثم نضيف ملعقة من الماء الدافئ. نأخذ ملعقة طعام من الماء الدافئ ونضيفها، ونواصل عملية الدلك مرة أخرى. ثم نضيف ملعقة أخرى كذلك من الماء الدافئ، ونستمر في عملية الدلك مرة أخرى. تابعوا معي جيدا الخطوات حتى تنجحن في إعداد زيت السمسم طبيعيا في البيت بدون أي إضافات أخرى. الدلك هو من يعطينا الزيت. العملية نوعا ما متعبة، ولكن النتيجة مفرحة بالأخير. نضيف كذلك ملعقة طعام من الماء، قلت الدافئ، ونستمر كذلك في الدلك حتى ظهور أول قطرة زيت. نتوقف تماما عن إضافة الماء. بدأ الزيت الآن في الخروج من السمسم. لاحظي،
نضيف كذلك ملعقة ونستمر في الدلك. خروج الزيت، لاحظي معي بدأ الزيت في الخروج، هذا هو الزيت الذي نتحصل عليه بعد عملية الدلك، لاحظي معي خروج الزيت، تمام. نأخذ الآن قطعة قماش حتى نقوم بعملية تصفية الزيت. لاحظي الزيت، هذا هو الزيت المتحصل عليه، زيت السمسم، ولكن فقط بقي عملية التصفية. نأخذ قطعة قماش نظيفة ثم نقوم بتصفية الزيت. لاحظي خروج الزيت، تمام. نقوم بعصر الزيت، زيت السمسم، بهذا الشكل، ولكن يتطلب جهد كبير. نواصل، لا نقوم برمي المتبقي من السمسم، ولكن نحتفظ به لعمل وصفات أخرى بحول الله تعالى. نستمر في عصر الزيت بهذا الشكل. لاحظ خروج الزيت. إذا عملت كمية كبيرة من السمسم طبعا تتحصلين على كمية كبيرة من الزيت. هذه هي طريقة عصر السمسم للحصول على زيت السمسم. نستمر في العصر، لاحظي معي، إن شاء الله تكون الطريقة سهلة، ولكن فقط العصر يتطلب الجهد للحصول على كمية كبيرة من الزيت. فوائده كثيرة جدا، قلت وهو مفيد للصحة، وكذلك مفيد جدا للشعر، حيث يعمل على تنعيمه ويعمل على منحه الطول بشكل أسرع من العادي، كما يستخدم كمنتج مفيد جدا للبشرة، خصوصا صاحبات البشرة الجافة، حيث يعمل على تفتيحها وتنقيتها، وكذلك يعمل على تكبير الصدر والأرداف. نواصل عملية العصر، وبعدها نقوم بتصفية الزيت بواسطة قطن، ونعبئه مباشرة في قارورة زجاجية داكنة اللون مثل هذه القارورة، وأنصح بالقارورات الخاصة بالأدوية، يعني هذه فكرة مني أن نأخذ قارورات الأدوية المستعملة، نقوم بغسلها، تعقيمها، تجفيفها، ومن ثم نستخدمها بحفظ الزيوت. نستمر بهذا الشكل.
قومي بالعصر جيدا. بعدما أتممنا عملية العصر، هذا هو الزيت المتحصل عليه، زيت السمسم. نأخذ القمع ونضع بداخله قطعة من القطن حتى يكون الزيت صافي تماما من أي شوائب، ثم نقوم بتصفيته مباشرة في القارورة. قلت يجب أن تكون داكنة اللون، أو إذا لم تتوفر القارورة عندك يمكن استخدام أي نوع قارورة زجاجية متوفرة، ولكن أتمنى تغليفها بأي كيس داكن أو وضعها في مكان مظلم. وبالاعتماد على هذه الطريقة السهلة والبسيطة ستتمكن من الحصول على منتج زيت السمسم نقي وعالي الجودة وصافي تماما، وبالتالي يمكن الاستفادة من فوائده وملاحظة نتائجه الفعالة في أوقات قصيرة. وهذا المنتج الذي استطعتم استخراجه وإنتاجه منزليا يعد أفضل بكثير من المنتجات التي تباع في الأسواق، وذلك لأن الشركات والمصانع التي تستخرجه لا تعتمد على هذه الطريقة، وبالتالي لا تستفيد من جميع العناصر التي تحتويها بذور السمسم، وخاصة عند مرحلة العصر. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.